هنا الجزائر في عدد جديد مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم في أبرز أخبار اليوم. وفاة الرئيس الصحراوي وزعيم جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز عن عمر يناهز 68 عاما. محمد عبد العزيز هو الوجه البارز للقضية الصحراوية على مدار سنوات طويلة، حيث أنه كان قد في أكتوبر 1976 عين رئيسا للجمهورية الصحراوية في مؤتمر جبهة البوليزاريو الخامس، وظل انتخابه يعاد المرة تلو الأخرى في هذا المنصب منذ ذلك التاريخ. إذن هذه الوفاة التي تعتبر صدمة للشعب الصحراوي كانت قد أعلنت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في بيان نقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن الجبهة أعلنت الحداد لمدة 40 يوما على وفاة عبد العزيز. وأيضا رئيس الجمهورية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر إعلان الحداد الوطني لمدة 8 أيام عبر كامل التراب الوطني إثر وفاة الرئيس الصحراوي. معي عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم بولحية، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة سابقا وأحد المتابعين للقضية الصحراوية. أستاذ بولحية مساء الخير، شكرا لانضمامك إلينا. وسؤالي يعني ما الذي يمثله رحيل محمد عبد العزيز بالنسبة للقضية الصحراوية؟ شكرا، أولا أشكركم على الاستضافة. ثانيا أعتقد بأن السيد محمد عبد العزيز يعتبر أحد المؤسسين، لم أقل النواة الأولى لجبهة البوليزاريو، رفقة مصطفى والي وإبراهيم غالي ومجموعة من المناضلين الأساسيين الذين أسسوا جبهة البوليزاريو، ويعتبر الرمز الأول للشعب الصحراوي في نضاله وفي دفاعه لاستقلاله ومن أجل استرجاع السيادة الوطنية الصحراوية. الأكيد أن الأستاذ عبد العزيز المحامي الأستاذ عبد العزيز يمثل رمز من رموز كبيرة جدا للنضال الإفريقي والنضال المغاربي والنضال الصحراوي، والأكيد أنه سيخلف ضرارا كبيرة. لكن أعتقد بأن الشعب الصحراوي سيواصل مسيرته ويواصل نضاله وسيواصل كفاحه من أجل تجسيد المبادئ التي ناضل منها أجلها واستشهد من أجلها. طيب أستاذ بولحية، استشهد من أجل هذه المبادئ. طيب ما الذي ربما أيضا السؤال الذي يطرح الآن، محمد عبد العزيز ما الذي يكون قد خلفه بالنسبة إلى القضية الصحراوية إلى الشعب الصحراوي، وهو يغادر الآن في عز أزمة كبيرة، خصوصا بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة وما قيل عن الدور الجزائري؟ يعني إلى أي مدى يمكن القول بأن ما هو قادم أصعب بغياب عبد العزيز؟ الأكيد لن يكون أصعب، لأن الأستاذ عبد العزيز المرحوم والفقيد محمد عبد العزيز وعلى غرار زملائه الذين سبقوه إلى الدنيا إلى الآخرة تركوا إرثا كبيرا من النضال وإرثا كبيرا من التمسك بالقيم وبمبادئ الشعب الصحراوي وباستقلال الشعب الصحراوي. وأعتقد بأن الموجودين في جبهة البوليزاريو، القيادات الموجودة في جبهة البوليزاريو ستستمر في نضالها وستستمر في كفاحها من أجل تجسيد هذه المبادئ التي استشهد من أجلها مصطفى والي ومات من أجلها الأستاذ عبد العزيز. طيب محمد عبد العزيز بطبيعة الحال لن يتوقف النضال، وتذكروا الثورة الجزائرية ومن استشهد من الشهداء الأوائل مصطفى بن بلعيد وبيدو شمراد وزيغوز يوسف وغاد، ولكن الثورة لم تتوقف وواصلت نضالها وانتصرت وحققت الأهداف التي ناضل وكافح من أجلها الشعب الصحراوي، هكذا الشعب الجزائري، وهكذا سيكون الشعب الصحراوي بطبيعة الحال. أنا أقول لكم بكل صراحة، أنا شخصيا واكبت هذه
هذه القضية منذ انطلاقها منذ 1975، وكنت رئيسا لمجلس الشورى الاتحاد المغرب العربي، وأعرف جيدا مدى إصرار وتمسك الشعب الصحراوي بقيمه وباستخلاله وباسترجاع سيادته، ولن يتوقف. أعتقد بأنه سيشتد أكثر وستستمر الثورة الصحراوية. طيب أستاذ بولحية، أنت كما قلت واكبت هذه القضية وشخوصها البارزين في مقدمة محمد عبد العزيز. حسب البرقية هو توفي بعد صراع طويل مع المرض، يعني بحكم قربك من الشخصية لم يكن يلاحظ عليه تعب أو مرض واضح، ربما سوف يفاجأ الكثيرون بهذه الوفاة، ألا تتفق معي؟ لا، هو الأستاذ عبد العزيز كان مريضا منذ مدة 8، ولكن مرض المناضل، ذلك المناضل الصلب الذي كان يخفي آلامه ويخفي معاناته مع هذه المرض حتى لا يتأثر الكفاح الشعب الصحراوي وحتى لا تتأثر الثورة الصحراوية. بطبيعة الحال الأستاذ عبد العزيز كان يخفي حتى آلامه على أقرب المقربين إليه، كان رجلا صلبا وكان واقفا كالطود من أجل أن يعطي الدعم والدفع لكفاح الشعب الصحراوي. إذن رحمه الله. طبعا رحمه الله وأعطيتوني الفرصة في أن أتقدم بتعازية الحارة للشعب الصحراوي ولأعضاء جبهة البوليزاريو ولكل من واكبوا وعرفوا هذه المناضل الفذ وهذا المناضل الكبير الذي كافح وواصل نضاله وكفاحه من أجل استقلال شعبه ومن أجل استرجاع صحيح. وأعتقد بأننا كلنا نبدي حزننا وتأثرنا بوفاة هذا الرمز وهذا المناضل الكبير. وكما قلت أستاذ إبراهيم بولحية، فإن عملية الانتقال السياسي قد تكون هيئة لها في السابق بسبب المرض. هي مهيئة وبإذن الله لن يكون أي شيء، فجبهة البوليزاريو لديها من القيادات الحكيمة التي ستختار قيادة سياسية تواصل نضال الشعب الصحراوي بكل سلاسة وبكل بساطة. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم بولحية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا في مجلس الأمة وأحد متابعي القضية الصحراوية، معلقا على هذا الرحيل لزعيم البوليزاريو ورئيس الصحراوي محمد عبد العزيز. وكما قلت الجزائر أعلنت الحداد لمدة 8 أيام. نستمر في البرنامج بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. مع اقتراب شهر رمضان الكريم أسئلة كثيرة تواجه الصائم، ومعظم من يعاني في شهر رمضان ليس من الصيام عن الأكل والشرب وإنما عن التدخين. كيف الإقلاع عن التدخين؟ ما هي الطريقة المثلى للتخلص من فتنة السيجارة؟ وهل بإمكان الصائم الذي يقلع عن التدخين أكثر من 16 ساعة راح نصومها هذا العام إن شاء الله، هل يمكنه أن يتوقف نهائيا عن ممارسة هذه العادة المميتة في الجزائر؟ الآلاف، مئات الآلاف يموتون سنويا بسبب هذا التدخين أو بسبب السجائر، والملايين عبر العالم. هذا السؤال أوجهه لضيفي الأستاذ عبد الكريم عبيدات، الخبير الدولي في الوقاية الجوارية. أستاذ عبيدات مرحبا بك وشكرا لقبولك المشاركة معي. إذن دائما مع رمضان هذه السنة راح نصوم 16 ساعة حسب تقديرات علمية،
والصائم المدخن دائما ما يفكر في السيجارة في رمضان ويقول كيف يمكن أن أتخلص من فتنة السيجارة والابتعاد عنها، فهل من طريقة مثلى أستاذ عبيدات في هذا الإطار؟ شكرا. أنا نقول أحسن فرصة اليوم الناس اللي راهم يدخنوا هو شهر سيدنا رمضان، 30 يوم 16 ساعة. نقول هذه هي لا ثيرابي، ولكن كيفاش نشد؟ ماشي 16 ساعة وأنا صايم غير يقول الله أكبر نروح للدخان. هنا المشكل. صح. أن كي نتكلموا على التدخين يعني في الجزائر، لا ننسى باللي اليوم عندنا 45 وفاة يوميا، وعندنا 15,000 وفاة سنويا كلهم من التدخين. صحيح. كي نقول لك الكونسير واش حاب يقول؟ الكونسير ما يجيش وحده. على بالك باللي الناس كبير اللي ما تعرفش باللي اليوم البشر على 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 الكره الارضيه كل واحد محمل كونسير ميت. انت عندك، انا عندي، الدنيا كاع عندها كونسير ميت. ولكن كي نبداو نسخنوا فيه ما يطرطقش اليوم، ما يطرطق غدوه، لا ماشي سمانه على شهر، لا ماشي شهر على عام، مي كي يطرطق شكون عنكبوت؟ لماذا يطرطق؟ كي نبداو نسخنوا فيه. اليوم عندنا الدخان اللي راهو عندنا او غير عادي الدخان تاعنا هذا، ماهوش مليح الدخان اللي عندنا، راه كيف نيمبورت كوا، موش دخان حتى يعني نوعيه السجائر في الجزائر ديجا بيكي وزيت الضرب والسبش. يعني الكونسير راهو قدامك، الكونسير راهو قدامك. واش قلت لك مقبلات 45 وفاه يوميا صح، و15 سبب سرطان الرئه. و حنا واش نقولوا؟ كاين انسان ما يقول يسيب روحه باللي يقول الطبيب اللي راك من الكونسير يقول له كاتبه، علاه تحصلها في ربي؟ علاش تحصلها في ربي تقول كاتبه؟ ربي حاشاه، ربي قال لك هذه ماشي مليحه ما تروحش ليها، انت ترمي حياتك للتهلكه من بعد تقول كاتبه. لا، اليوم حبينا كاختصاصيين قلنا اليوم كاين سيدنا رمضان، ما هي الطريقه اللي نديروها باش نحفزوا الناس تتوقف عن التدخين؟ انا نقول ماهوش 7 سنتيمات دخان يدير 7 سنتيمات يغلبوا جا راجل، سي با بوسيبل، ما كاش منها هذه. كي تكلم مع انسان قادر تقول له علاك تكيف؟ راني منرفز، علاك تكيف؟ راني مقلق، علاك تكيف؟ عندي بريسيون، علاه كيف عندي مشاكل؟ محسوب انت هذاك 7 سنتيمات راح يليق لي هالي بروبليم كامله؟ لا، هذا الفخ، الفخ. اليوم فكرنا كيفاش نقدروا نعاونوا الناس اللي عندها الاراده، نعاودها مره ثانيه، انا نخاطبوا الناس اللي عندها الاراده، اللي ما عندوش الاراده ما كنا نهضروا معاه. اراده، والاراده راح تجي في هالشهر تاع سيدنا رمضان، ما بقيناش بزاف. نقولوا الانسان لا شد 4 سوايع ما داش قرو في فمه، الاكسجين يعاود يرجع الكور تاعنا، باسكو كي نتكيف الاكسجين ما كانش، لا نيكوتين هي اللي داتو. كي نحبس 4 سوايع ما نديش دخان ندخل فمي، الاكسجين يعاود يرجع البلاستو. لا شدينا 24 ساعه لا نيكوتين اللي هي المصيبه الكبيره تزول، ما تبقاش داخل السيستم نيرفو. لا شدينا 7 ايام الشهيه تفتح، على بالك باللي هادو اللي يتكيفوا تعطيلو طعام ولا تعطيلو ما نعرف واش الماكله ما يدقهاش كيما تدقها انت. هنا مغلوق وهنا مغلوق، ما يدقش الماكله او ياكل برك، مي كي يحبس التدخين الشهيه تفتح، يعود ياكل، يعود يحس الماكله. ربما يخاف يقول لك راح ندير في الميزان، انا ماذا بيا تزيد 2 كيلو 3 كيلو خير ما تروح الكونسير، باسكو هذا 2 كيلو و3 كيلو طيحهم في الرياضه. صح. صح. لا شديت 30 يوم الجهاز التنفسي يعود مرتاح تماما. احنا في هذا الشيء هذايا احنا نشكروا الاطباء تاعنا تاع المركز الوقائي وعلاج النفسي اللي موجود في محمديه، فكروا مده 5 سنوات بحث جزائري انتاج جزائري، هذا الشيء فكروا على هذا التيزانه هذه. هاتيزانه علاجيه نفسيه، هذه وشنو هي؟ هذه عندنا اهم المشاكل اللي يخلوا الانسان يروح للدخان، القلق، الضغط، النرفزه، الضغط وما يشبه. كي يكونوا عندي هادو نروح نطبطب على الدخان. احنا اليوم الحمد لله لقينا هالتيزانه اللي سميناها انتيك، ماشي احنا سميناها، لي جان سموها على بالك جان كي تقول الكلمه المتداوله اكثر راني انتيك. ايوه سميناها انتيك. التيزانه هذه كي ما تفعكش ما تضركش ما تخاش منها. شحال فيها؟ فيها 13 عشبه، الدخان عشبه واحده، احنا لقينا 13 عشبه باش نحاربوا عشبه واحده. سيناها مع الشباب اللي تعاطوا المخدرات نجحنا فيهم، سيناها مع الشباب اللي رايحين يعقبوا البكالوريا مقلقين نجحنا فيها، سيناها مع الرياضيين تاع النخبه نجحنا فيها. قال لي مادام ما نسيوهاش مع اللي راهم يدخلوا، سينا ما يدخلوا ارتاحوا، ارتاحوا صابوا روحهم مليح. انت قلت كلام مهم عن الاراده، يعني الواحد ما يقدرش يبحث عن
يستعين بمثل هذه الأدوية اللي ممكن تدخل في الطب البديل هذه. نعم. هكذا. نعم. إلا إذا كان الإرادة الحقيقية، والإرادة تتوفر الآن مع شهر رمضان، يعني يمكن أن نتابع نتيجة مثل هذا التدخل في شهر رمضان أفضل هكذا. أنا أقول شهر رمضان هذه فرصة قادة، 30 يوم وانت صايم، 16 ساعة وانت صايم، أنا نقول هنايا لا نيكوتين ما تجيش دور بك، خلاص لا نيكوتين ما تبقاش دور، بس راك صايم، حنا باش نعاونوك. ولكن الطريقة المثلى، هنالك من يدخن بشراهة، يعني منش عارف بلك أكثر من علبتين ثلاثة في اليوم، هنالك من يريد أن يقلل فيصبح من علبتين إلى علبة، ومن العلبة الواحدة يصبح يدخن بعض السجائر، هل هذه طريقة مثلى للتوقف أو الإقلاع عن التدخين، أم تنصح بالإقلاع النهائي؟ ما كالي ضرب قمام ثلاث باكيات في النهار، الله يكون معه، باش يحب الصعيبة شوية، صعيبة صعيبة صعيبة. احنا فكرنا رمضان حسبنا 16 ساعة ما تشرب ما ما تاكل ما تكيف، ديجا لو طو تاع لا نيكوتين اللي كان في الجهاز العصبي يروح، هذه جهه واحده. ثانيا هذه اللي غودرون وما يشبه ماهوش داخل الكور تاعك، فدير الدم او بدا يصفى من نهار لنهار. زدنا هذه العلبه، زدنا هذه لاتيزان هذه اللي راح تساعدك نهار كامل 16 ساعه يفوت جدها. هذه تشرب هذه جهه في السحور تسحر بها، واللي باش تسحر بقارو تسحر بها راح تشد لك نهار كامل. الحشيه واللي هو يقول الله اكبر وانت تروح للدخان روح للتيزانه تاعك. من يشرف على مثل هذه الادويه البديله؟ هل هم فريق اطباء وخبراء جربوها، ام يعني تسمع بان الطب البديل قد يستعمل، يقولوا دي هذه الا كنت رقيق راح تسمن، والا كنت سمينه راح ترقاقي، والا كنت تدخن تحبس، يعني من يشرف على مثل هذه الامور علميا؟ اول حاجه بديل. عندنا الفرقه الطبيه اللي عندنا اللي هي اللي راهي تسير المركز الوقائي وعلاج نفسي، على بالك بلي عندنا مركز خاص المخدرات. صح، احنا نجحنا مع المدمنين، ما كاش دواء احنا عندنا في المركز، عندنا تيزانه. هذه الفرقه تاع الطبيه عاود كانك افونسيت يعني في البحث، افونسيت في البحث، قال لي مادام ما نعاودوش ماتونو اللي يدخلوا الدخان العادي تاع المخدرات ما نهضروش معاه، نتكلموا ماتونو على التدخين العادي. فكرنا ما هو ماشي اللي يطبعوا الانسان باش يتكيف، راك مقلق تروح للقارو، راك زعفان تروح للقارو، لا بريسيون تروح للقارو، انت جابك رب العالمين هذا القارو راح يحبس لك الضغط، لا لا. على مستوى الرسمي سي عبيدات أنت تتابع جيدا هذه الأمور، الدولة قالت أنها تحارب التدخين في الأماكن العامة وأصدرت قانون بهذا الخصوص، هل هنالك احترام لهذه الثقافة في الجزائر، وهل يمكن لشهر رمضان أن يساهم في تأصيل مثل هذه القوانين على مستوى اجتماعي؟ القوانين كاينين، القوانين باش متبقي في ما هو مول الريستور ولا مول القهوة اللي راح يطبق القانون، هو عنده ربح سهل وخلاص، ما يحوش عليك دخل. اليوم ما راك قلت نقطة أساسية، الدخان السلبي راهو أكثر خطورة أكثر ما تكيف، أنا راني نتكيف أنت خاطيك الدخان، أنا راح نعديك وأنت تعود في خاطر أكثر مني، نفس يعني نفس الضرر يأخذه من أكثر فندير الهلاو بلي قدر اللي مقابل اللي دخن عنده 40% تاع الكونسير اكثر ما يتكيف. طبعا هذا للاباء او الاولياء الذين يدخنون امام ابنائهم ايضا وهم صغار السن. هذه صارت له البارحتين، انسان جاب لنا بريه كيما هكذا كبيره، جبدناها شفنا راديو تاع الزر، شفنا بومو مقيوس، قلنا له هذا تعمن، قال ماشي تاعي، تعمن تاع الزوجه، الزوجه تكيف، قال لا، وراهي ماتت الله يرحمها. وكيفاش اللي مات بدا يدمع، حنا فهمنا باللي هو يتكيف في الصال دوبا في الصالون في الكوزينه وين كاين الزوجه هو يتكيف، يعني هذيك زوجه مسكينه على جاله صبحت كونسيروس. على نقول لك الدخان السلبي راهو دونجورو على الانسان اللي يتكيف عادي، بالرغم من ان يعني السجائر هي مافيا كبيره تسوق مثل هذه الامور، وبالرغم من انها تضع بان التدخين مضر بالصحه
ومرات كان يقولوا نضع صورة للمرض لأشخاص مرضى حتى يتعد الأصحاء الذين يدخنون، ولكن كل هذا لم يوقف عدد العداد الكونتور تاع عدد المتوفين. كاين واحد اللاعب مشهور، لاعب عالمي كريفت أو غير كما مات، لاعب دولي، واش قال؟ يوهان كريف طبعا. قال كرة القدم أعطتني شهرة، وصح أعطت له شهرة، التدخين دالي حياتي وغير كما مات. شوف واش قال لك، يعني الأجيال الجديدة يجب أن تنتبه لي من اليوم. قلت حاجة مليحة، اليوم كي تروح تشري باكي دخان برا واش يقول لك؟ بالعربية بالإنجليزية وبالرومية، حذاري الدخان هذا يقتل. يعني راني نبيع لك ولكن راني نبهك. هذه بكري ما كانتش، وانت مسؤول عن أي... انا نبيع لك بصح راني نقول لك انا حذاري، كتبتها لك بالعربية بالرومية وبالإنجليزية حتى بالصورة. يعني احيانا كاين صور ترمي روحك الى تهلكة، انت ترمي روحك الى تهلكة. انا نقول للناس اللي يتفرجوا فينا اليوم، ايوا حتى نختم، الحل هو في الطب البديل. كاينه فرصة كاينه فرصة ثمينة لا تعوض، هو شهر تاع سيدنا رمضان، أشهر كاملة. نتمنى من جميع الصائمين أن أو المدخنين أن يقلعوا عن هذه العادة المميتة وليست سيئة فقط. شكرا لك عبد الكريم عبيدات الخبير في الوقاية الجوارية على هذه المشاركة معي هذا المساء، ورمضان كريم لك ولعائلتك. مشاهدينا الأعزاء بعد الفاصل النقاش، نناقش هذا المساء مشاهدينا الأعزاء موضوع السباق التلفزيوني الذي يعود كل سنة بمناسبة شهر رمضان الذي تعد له جميع القنوات التلفزيونية العدة من أجل كسب أكبر عدد من المشاهدين وبالتالي أكبر عدد من الإعلانات. على مستوى محلي يعاد أسئلة المستوى والتكوين والنوعية والكمية مجددا في موسم رمضان. هل ساهم تعدد القنوات التلفزيونية وكثرة المنتجين في رفع مستوى الأعمال الفنية المقدمة سنويا، أما أنه لم يحرك ساكنا من ناحية الإبداع؟ هذا السؤال يشاركني في الإجابة عن هذا المساء الزميل فيصل شيباني الصحفي رئيس القسم الثقافي في يومية الفجر. مرحبا بك فيصل. والزميلة سميرة إيراتني الصحفية بالقسم الثقافي في قناة شروق نيوز، أهلا بك يا سميرة. طيب أبدأ معك يا سميرة، كثرة القنوات، دائما كان يقال بأن التلفزيون الجزائري يعني حروب كثيرة حول الإنتاج ومن ينتج له ومن يعرض له. الآن كثرة القنوات ونحن ندخل العام الثالث أو الرابع، هل ساهمت في الرفع من قيمة الأعمال الرمضانية أم أن لا شيء تغير؟ في الحقيقة أنه فتح يعني المجال الإعلام الخاص يعني هو سيف ذو حدين. كيف ذلك؟ سيف ذو حدين، أنه فتح ممكن آفاق المنتجين الخواص يخوضوا معركة الإعلام السمعي البصري، ولكنه في ذات الوقت وقع في فخ ممكن السباق الكمية تغلب على النوعية، ننتج أكبر شيء ممكن ومن بعد النوعية خليها ومن بعد. الآن أيقونات مثلا نهضروا على التلفزيون دراما ولا سينما، هل نتحدث عن أيقونة يعني تلفزيونية معينة؟ اليوم بعد قليل كاين عرض لفيلم عمر قتلاته الرجله اللي انتج في 1976 يعني 76 40 سنه ما زلنا نتذكر عمر قتلاته الرجله، ما زالت الحاله الاجتماعيه ممكن حتى نسقطها في يعني في حالنا اليوم. اعتقد انه الدراما في الجزائر عامه ما زالت تتخبط بين عده عوامل، ما عندناش منتجين، ما عندناش يعني ليس هنالك تكوين إرادة للتخلص من الوضع السائد، لأنه ربما وفرنا منابر مختلفة للعرض وفرص إضافية بدل من أن تكون لديك فرصة واحدة للمنافسة في التلفزيون الوطني العمومي، الآن أصبحت لديك أكثر من فرصة، ولكن لا شيء تغير فيصل، هل توافق رأي سميرة إيراتني؟ لا شيء تغير قادة، لأنه كما قالت النوعية هي دائما الغائب في كل مرة، حينما نكتب نقول الرداء الرداء الرداء، دائما يعود هذا المصطلح شهر رمضان، خصوصا وأن كل إنتاجات درامية متعلقة بهذا الشهر، يعني كل المنتجين الجزائريين سواء أو العرب، حتى العرب دخلوا سباق الإنتاج الرمضاني في الجزائر، يعني أصبحت الجزائر كسوق أصبحت وجهة للمنتجين العرب الذين يتنافسون من أجل كسب المشاريع خلال شهر رمضان الكريم. ولكن النوعية دائما تبقى غائبة،
وهنا نطرح مشكل غياب لجان القراءة. يعني كيف تمرر هذه المشاريع داخل التلفزيونات وهنا يعني مدراء الإنتاج داخل القنوات سواء القناة العمومية أو القنوات الخاصة، كيف يتم تمرير هذه المشاريع؟ هل تخضع السيناريوهات للجان قراءة مختصة تعرف عملها؟ أنا أظن أن المشاريع لا تعرض. هذا هو الغائب الأكبر. إضافة إلى ذلك قد أعتقد أنه حتى الآن نقرأ في الصحافة الوطنية استغلوني، يعني مواهب جزائرية ممكن نعرفوها أسماء ولا تبحث عن فرصة للظهور. يعني أين المشكلة؟ صح، لجنة القراءة إشكالية مهمة. نعم. هي على الورق موجودة في التلفزيون العمومي، ولكن مثل ما هي موجودة في المسارح الجهوية والوطنية، ولكن من هم هؤلاء الذين يشكلون لجنة القراءة؟ وهل لديهم المستوى للحكم على الأعمال أم أنهم يمررون؟ هذا موطن اسمحي لي، يمررون أعمال أصدقائهم. بالضبط، هذا هو موطن الإشكال سواء على مستوى المسرح أو على مستوى الوزارة ولجان قراءة السيناريوهات. هذا صاحبي، هذا صديقي، والمشكل الكبير هو مسك الرشاوي. يعني تجد مدراء الإنتاج يقبضون مقابل منح مشاريع معينة، يدي بورسنتاج، يدي نسبة من أجل منح المشروع للمنتج الفلاني أو المخرج الفلاني لأنه صديقه، بمقابل نوعية، يعني يبث لك شيئا كارثيا رديئا، ولكن يقبض مقابل ذلك، وهذا هو المشكل الأساسي. وانت فايصل كمتلقي تقول والله عندنا جارنا عنده موهبة، خمنا هذا اللي يبان. أكيد تقول هذا الشيء، لأنه ما كانش كاستينج نوعي، ما كانش كاستينج يقول بلي هذا موهوب، نعم عم يجوز، وهذاك ليس موهوب، ممكن فرص أخرى. طيب على مستوى الأعمال الدرامية الآن أو قبل الدرامية، قلت بأن الرداء دائما ما نجدها في الحلقات الأولى لكل الأعمال التلفزيونية التي تعرض على غرار المسلسلات والكاميرا الخفية والسكتشات. الآن إذا أخذناها واحدة واحدة، المسلسلات الدرامية أعتقد بأن التلفزيون الجزائري بقي الوحيد الذي ينافس. نعم. كمجموعة مسلسلات شبيهة ببعضها البعض في السنوات الأخيرة، قدمت أسرار الماضي 1 و2، ثم الذكرى الأخيرة، ثم حب في قفص الاتهام يعود هذه المرة تحت الرماد، حب تحت الرماد بعد ما كان في قفص الاتهام، المخرج هو يا بشير سلام يا عمر تريباش. يعني مشكل. لم نتحرر بعد من الأسماء هنا هنا مشكل سيناريو، كان مشكل سيناريو يطلع في هذا المضمار. يعني ممكن نفس الكاتبة هي زهرة العجيمي كتبت كل هذه المسلسلات، والغريب أنا كنت أشتغل في الشروق اليومي عندما عرض مسلسل حب في قفص أو أسرار الماضي ولقى نجاح. زهرة العجيمي كتبت على صفحتها بأنهم غيروا في النص، بأن رانيا سيروتي الممثلة بطلة العمل كانت تتدخل لتغيير مشاهد بأكملها، وقالت لن أكتب مجددا لهؤلاء. هناك نقطة مهمة جدا، هو مشكل كما قالت كما قالت سميرة، المشكل سيناريو. مشكل كبير. أنا السنة الماضية كتبت حول موضوع مسلسل كان يمر في التلفزيون الجزائري، أعرف أن كاتب السيناريو يقابل شاشة التلفاز، يشاهد مسلسلا تركيا أو مسلسلا مكسيكيا، ثم يعيد كتابة السيناريو ويستنسخ نفس الموضوع. نفس الشخصية، كيف لأي عاقل أن يتقبل فتاة جزائرية تتحدث مع شقيقها يعني في حدث، يعني مشهد داخل المسلسل، صح، تقول لأخيها لقد أوقفت علاقتي مع صديقي. هذه غير موجودة. هل هذا مشهد يتقبله أي جزائري أو هو موجود داخل الأسرة الجزائرية؟ صحيح. هنا صحيح. المشكل فيصل، وهل هناك مشهد من العائلات الجزائرية قادة نقول السيارة، هل نقول السيارة نحن في يعني على مستوى مشكل اللغة. مشكل اللغة، مشكل اللغة، مشكل الحوار كبير جدا. نحن لدينا لجنة، يا إما أنا ذاهب إلى المطبخ مثلا، ولا رانا رايحين نرجع نقطة الصفر، المستشفى، راني رايح للمستشفى، كلها كلمة هذه اللغة. ولكن ألم يطلب من هؤلاء الكتاب والمخرجين والمنتجين أن يهذبوا اللغة، وأصبحت لا تقبل الأعمال إلا إذا كانت بلغة مهذبة قريبة من الفصحى؟ كانت هذه ذريعة المخرجين عامة للتسويق. ولكن أين الأفلام الجزائرية في الخارج؟ هل سوقتموها؟ لا نرى أفلامنا حتى في المغرب، يعني جيراننا اللي قريب من عندنا لهجة. لا لا، لماذا؟ الأعمال كل تقريبا كل أعمال السينمائية المنتجة في الجزائر تتحدث باللغة الدارجة العامية التي يتحدثها كل جزائري. هنا المشكل، كيف، لماذا هذه اللغة الثالثة التي ابتكروها مؤخرا؟ يقول لك أن في المسرح لغة ثالثة، في السينما لغة ثالثة، وفي الدراما لغة ثالثة. ما هي هذه اللغة الثالثة؟ العامية الجزائرية التي نتحدثها عاديا في حياتنا اليومية هي قريبة يفهمها كل الناس، لماذا تتحدث لماذا تتحدث بتلك اللغة؟ السؤال آخر، هل قدمت هذه الأعمال وجوها فنية؟ كنا نحكي على فرص الظهور.
هل قدمت نجوما على مستوى يعني كبير، وهل استطاعت أن تحترم حتى الجيل القديم؟ نشاهد الآن بأن ممثل يكون بطل فيلم سينمائي بطل أول كبير، ثم يظهر في مسلسل رمضاني بطل عاشر. كان ممثلة كانت دور أول في مسلسل رمضان قبل الماضي، ثم ثانوي ثم جدا، ثم ظهرت في دور ثانوي في مسلسل آخر. هذا منطق شلالية أيضا قادة، يعني لأنها ما تتفاهمش مع مساعد المخرج اللي قريب بزاف من المخرج. لأنه حبيت نطرح تساؤل مهم أيضا، هو أنه الدراما في الجزائر بصفة عامة تعيش واحد المخاض عسير الآن. ورا التكوين تاع المخرجين كانوا يروحوا الاتحاد السوفيتي، كنا نعيشوا واحد الهاله هكا. صحيح لسه من جيل السبعينات من جيل، ولكن الطقس المخفي بالنسبه لي لحد الان ما زال يضحكون. مرجعيه، ما زال ايقونه سينمائيه. صح. اين هؤلاء الممثلين؟ صحيح، انا قرات تصريح لصالح اوغروت وهو رقم واحد الان في رمضان، كوميديا قال في حوار: أتمنى أن أؤدي دور تاريخي. هو كان يريد هو ريبوميديان مثلا، لا أعرف هل يمكن أن يتطابق مع هو ريبوميديان، ولكن عثمان عريوات قدم شخصية شيخ بعمامة وأبدع فيها وبقي عثمان عريوات نفسه المضحك الذي يعمل في أعمال أخرى. الآن على مستوى هؤلاء النجوم كما قلت، حكينا على صالح قروط، ربما هذا أيضا سؤال: هل وجود أسماء بعينها يضمن نجاح العمل؟ هل هذه قاعدة يعني محترمة في الجزائر؟ هذا هو موطن الإشكال. نفس الأسماء، نفس الوجوه، نفس الأشكال تجدها مكررة. يعني مثلا تشوف بهية رشدي تلك الأم المظلومة الحنونة في كل المسلسلات الجزائرية، تجد فريدة صابونجي تلك الأم المتسلطة التي تريد لابنها الزوجة الفلانية وما تحبلوش الزوجة الفلانية. نفس الوجوه هي المتكررة. تشوف محمد عجيمي هو الشخص الذي دائما يصرخ، دائما متنرفز. لماذا يعني تكريس هذه نفس الوجوه في نفس الشخصيات؟ يعني انت تشوف مثلا، انا مثلا نشوف ممثل المصري خالد الصاوي، ممكن تشوفه يلعب دور شاذ جنسي وتشوفه يلعب دور ضابط متسلط ظالم. لماذا لا نغير عقدة في تقمص كل عادي. الممثل الناجح هو الذي يتقمص كل الادوار. تشوفه سيء، تشوفه حنين، تشوف دينزل واشنطن تشوفه في دور سيء، تشوفه في دور خير. بزاف خلينا في صالح نقطه قاده الله يخليك، قول لي استثمار المواهب الجزائريه مثلا. تعرف عمر في فيلم معركة الجزائر، أين هذا العمر الآن؟ أين هذا العمر؟ هناك استثمار في هوليوود مثلا، بوليوود تستثمر في أطفالها السينمائيين. مع ملاحظة أنه يعني ليس شرطا أنه نجح كدور أو هذا مجرد واحد. مجرد هنالك ممثل الدور الواحد، تعرفين هذه القاعدة، الذي لا يصلح لي. وشفنا في السينما العالمية ماكولاي كولكين كان نجما عندما كان صغيرا، وعندما كبر غابت عنه الأضواء وذهبت. لكن الآن هل يمكن القول بأن صالح قروت هو رقم واحد؟ تقريبا انطلق مع الأخضر بوخرس في نفس العمل، وهو كرنفال في دشرة مع محمد دقاسي وعثمان عريوات، ولكن صالح قروت نجح، الأخضر بوخرس بقي محصورا في أدوار معينة سيعرض له في شروق عائلة هايتك. فهل هذا ذكاء من صالح قروت أنه غير الأدوار؟ هو صالح أوغروت عنده واحد الحظ شوية، لأنه تعامل مع جعفر قاسم، المخرجين الذين يعني يفجرون طاقات الممثلين. أنا أعتقد أنه يعني حظ، يعني جمع بين عملاقين، يعني بين جعفر أوغروت وجعفر قاسم المخرج المخضرم أيضا. لا، ولكن حتى الأخضر بوخرس يتعامل في عائلة هايتك مع يحيى مزاحم وهو مخرج بدأ يتجه إلى السينما. أثبت نجاحه في التلفزيون. صحيح. حتى فيلمه الأخير للزبيدة والناس مقارنة بإنتاجات قسنطين عاصمة الثقافة العربية كان فيلم ناجح. هل يستطيع مخرج أن يكون رجل في السينما ورجل في السيت كوم برأيك، أم أنها الضرورة الفنية مرغم أخاك لبطل؟ لا، هو التخصص يجب احترام التخصص. يعني مخرج تلفزيوني لما يقوم بإخراج فيلم سينمائي تجد تلك اللمسة التلفزيونية في الفيلم. وهذا مثلا مخرج فيلم البوغي جمال عيساوي، أيوة. هو مختص في المسرح. لما تشوف فيلم البوغي تشوف فيلم مسرحي، ممثلين يحكوا. يعني مشكل، لازم يجب احترام التخصص. بقيت في التلفزيون، ريح في التلفزيون احسن ليك من توجه للسينما. هناك بعض الوجوه التي ظهرت في عمل واحد، مثلا جورنان الجوستو، ثم انتشرت بشكل كبير. الان نجد مثلا هؤلاء الممثلين مثل محمد خساني، حدوش، نسيم كمال عبدات،
يعني جيل واعي. الممثل الصطيفي هذا مراد صاولي. هؤلاء نجدهم في أعمال منتشرة بكثرة، هل هذا يفيدهم أم لا؟ هل يفيد المشاهد أيضا؟ هم الآن في رحلة البحث عن الموقع. هم الآن يحاولون أن يتموقعوا أولا بالنسبة للمشاهد، باش يعقل عليهم، باش يشفع عليهم، باش يحبهم. هذا التحدي الأول. والتحدي الثاني هو أن يكون موقع في الخارطة، في الخارطة الإنتاجية والمخرجين، يعرفوه الناس باش يتموقعوا. ولكن هذا لا يعني أبدا أنه مواهب كبيرة جدا هذا الممثلين ذكرتهم أنه عندهم مستقبل واعد، ممكن مستقبل كوميديا. أنا لا أوافقك الرأي تماما. تجد ممثل في قناة الفلانية وفي قناة الفلانية وفي قناة، يعني عنده ثلاث أعمال كلها موجهة لشهر رمضان، يعني هذا الشخص وتقريبا التورناج يأتي في نفس الوقت، يعني يبقى متذبذب راه هنا وشخصية واحدة تقريبا في كل الأعمال، وممكن ثلاث شخصيات في أعمال واحدة. وفي محمد خساني مثلا يظهر في أكثر من عمل في البروموات، كيفاش يركز؟ علاش ما تلقايش تروحي مثلا الدراما السورية ولا تروحي الدراما المصرية، أعمال ضخمة، الممثل يمثل في مسلسل واحد فقط، لأنه يركز كل شغله، يركب الشخصية، يعيش الشخصية اللي راح يمثلها، ثم يقوم بدوره على بالك فيصل، لأن تلك الأعمال لا ولأن تلك الأعمال تتطلب تفرغ. الأعمال اللي نحكي عليها هي أعمال ساندويتش، تستطيع أن تقدم واحد صباحا وواحد مساء. أعمال ساندويتش هذه اللي دخلتنا في الحيط، هذا هو المشكل، لهذه اللي ندخلوا في الرداءة. أعمال يعني متسرعة، تلقاه العدد الأول، الحلقة الأولى من المسلسل هي بثت أول شهر رمضان، هو مازال يدير في المونتاج تاع الأعداد اللي راهي جاية، وهذا خطأ. الأجدر أنه كل عمل يتقدم قبل، التصوير يتم كله قبل، والمونتاج يكون واجد، والأعداد تكون كلها جاهزة للعرض قبل شهر رمضان. مشاكل كثيرة تطرح في هذا المجال فيصل. صحيح. طيب أيضا هنالك نقطة تطرح عادة، وهي البرامج الكاميرا الخفية طرحت بقوة العام الماضي، شفنا أعمال عرضت ثم انطلق نقاش اجتماعي إعلامي، هنالك من طالب بمعاقبة القنوات لأنها ساهمت في ترهيب المشاهدين بدل إضحاكهم. يبدو بأن الكاميرا الخفية تعود هذه السنة بعدما كان هنالك قرار بمنعها وتعليقها العام الماضي، كان قنوات أوقفت الكاميرا الخفية في منتصف الشهر. يعني هل يمكن القول بأن المنتجين لهذه النوعية من البرامج تابوا عن إخافة الناس وإضحاك المشاهد على الضحية، أم أننا سوف نشاهد فصلا جديدا برأيك سميرة؟ تعرف الدغدغة المؤلمة عندما يدغدغك أحدهم تضحك، يعني هي دغدغة مؤلمة، يدغدغنا لكي نتألم. أعتقد أنه الكاميرا الخفية يجب أن تخرج من منطلق أنه يضحك الناس عنوة إلى يضحكهم تدريجيا. يا أخي خليني نضحك في سياق معين نفهم الموضوع أصلا، يعني لازم نخرج من هذه المواضيع الفارغة لتقصد مقصد واحد وإضحاك الناس وليس إفادته. ممكن تفيدني وتضحكني في نفس الوقت، نحتاج كاميرا خفية في هذا المضمار. الكاميرا الخفية في البلدان الأجنبية، بلدان الكفار، يديروا كاميرا خفية على التعاون، على الأمانة، يخليوا دراهم في الطريق يشوفوا هذاك السيد يرجعهم ولا لا. موجودة هذه السنة في أنستينا أعتقد الإكسبيريونس، هي عبارة عن كاميرا خفية ترصد سلوكات الناس إزاء ظواهر معينة. ممكن هذه الكاميرا الخفية نحتاجوها يعني. بقينا في نفس القالب، هو استنساخ لفكرة عالمية، بقينا في قالب الرعب، كاميرا رعب يعني تتخوف الناس، اختطاف، شعوذة، داعش في كاميرا مخفية. هذا أعتقد بأن الكاميرا التي قدمتها الشروق العام الماضي لسفيان داني عن الاختطافات كارثة، هي التي ساهمت في إثارة هذا النقاش مجددا. طبعا الشروق كانت أوقفتها. ونشاهد أيضا بأن الكاميرا الخفية هنالك قنوات ترصد ضحايا من الوزن الثقيل، وزراء ومسؤولين، لاعبين، فنانين ولكن ليس كل شيء يمر، يعني يستطيع أن يتدخل لمنع الكاميرا الخفية في نهاية المطاف لأنها تفضح بشكل أو بآخر نفس سلوكات الناس. هو نفسه يعني قدم في قناة أخرى قبل السنة الماضية، رمضان قبل الماضي، في قناة أخرى قدم يعني الاختطاف في تايلاندا. يعني تتخذ فنان بعد اختطاف رصاص وقنابل ومش عارف وشنو، السيد يحس باللي حياته مهددة راح يموت، يبدأ يشاهد كارثة، ولكنها متابعة، يتابعها الناس. مش قال متابعة، مشكل كثرة الإعلانات وهذا يعني المشكلة الآن بين المجتمع الذي يقبل على مثل هذه الأعمال والقنوات، هل لديها مسؤولية أخلاقية في طبعا مسؤولية أخلاقية في نهاية المطاف؟ مسؤولية أخلاقية. أكبر واحد منتشر في العالم العربي هو رامز جلال، سيقدم هذه السنة في المغرب بالتفجيرات اختيالات واختطافات، و
أكبر عدد من المشاهدات هي لمثل هذا النوع من المقالب في نهاية المطاف. مالكي كاين متابعات قضائية ضدو؟ حتى باري هيلتون تابعته قضائيا. ولكن مدخول من الإعلانات يستطيع أن يغطي كل هذه القضايا. نقطة أخرى في برامج رمضان هي البرامج السياسية الساخرة. جورنال غوستو أعتقد بأنه كان الأحسن في السنوات الماضية وسوف يعرض هذه السنة أيضا. يقال بأن النبرة ستكون مرتفعة لأن مساحة الحرية التي سيحصل عليها في قناة الخبر مع المالك الجديد بين قوسين لأن لم يفصل فيها بعد سوف يكون أكبر، حتى يتحدثون عن وضع قبة زاوية لشكيب خليل لأنه سوف يكون موضوع الحلقات الأولى. فهل هذه نوعية من البرامج وجدت إقبالا؟ لا نسأل عن الإقبال لأنه موجود، هذا مفهوم. هل وجدت إقبالا لأن الجزائري يريد أن يضحك على أوضاعه السياسية، أن يشعر بأنه يسخر منها، أنه ينتقم من المسؤول بشكل أو بآخر؟ هي مرآة قادة. يعني أنا كيشوف جورنال غوستو نضحك على همي، نقول صح هذا واش هو صاري. أنا لو كان نشوف جورنال غوستو يتحدث على شكيب خليل ويعني وزيارته للزوايا طبعا ستكون مرآة عاكسة لما أعتقد أنا شخصيا كمتلقي، بغض النظر عن موقفي ولا أنا كمتلقي، هي مرآة تعكس واقعي. يا حبذا ما تكونش هنالك يعني تجريح للأشخاص، لأنه التجريح يعني الخوض في شخص الناس وهذا شيء مذموم، ولكن الخوض في حياتهم السياسية التي تمسني أنا كمواطن، لأن شخصه يمسني أنا، ولكن حياته الشخصية وتجريح الأشخاص يحبذ الاعتراف. ما هو الفرق بين أو الفاصل ما بين التجريح والسخرية؟ هل وصلنا إلى هذه المرتبة حتى نفرق؟ لا، أنا من خلال مشاهدة كل الأعداد وكل الأجزاء التي سبقت من جورنال غوستو لا يجرحون في أحد. هم يسخرون من المسؤولين، من الوزراء، من حتى أعلى سلطة في البلاد، مسطح خمول سطح. طبعا ذهب مسطح الآن، ذهب مسطح جنرال توفيق ذهب، لكن يعرفون كيف يمررون الرسائل بطريقة ذكية. هم ممثلون موهوبون، يعني من خلال اللباس، من خلال التقديم. كاين ذاك نسيم حدوش ممثل موهوب جدا، هو موجود ثاني في الشروق، يقلد يعني يقلد بشكل يشهد في بشكل أكثر من عمل. هذا قد يجعله ربما ولو أنه يصور هذه الأعمال قبل. هي ميزة جورنال غوستو أنه يصور يوميا وكأنه نشرة يومية، يصور بشكل يومي في الليل، يعني بعد الإفطار في الليل يصورون بشكل وهذا يومي. وهذا يتنم على موهبة فريدة لهؤلاء الممثلين، يعني ما كان ارتجال. يعني الارتجال أنا بالنسبة لي هو قمة الموهبة. أنا أشبهها بالظاهرة الموجودة في مصر الآن، وهو مسرح مصر الذي يشرف عليه الممثل أشرف عبد الباقي. نفس الفريق يقدم عمل كوميدي أسبوعي، ولكن هذا الفريق لو ذهب ممثل واحد أو اثنين لقناة أخرى أو لعمل آخر قد لا ينجح. يعني وكأن هنالك توليفة خاصة أو توليفة خاصة. طيب الآن نحكي على رمضان زمان ورمضان الآن، بعدما نذكر المشاهدين برمضان تلفزيونيا كيف كنا نعيشه عند أذان الإفطار، وماذا كنا نشاهد في أبرز الأعمال في هذه الصور من أرشيف التلفزيون الجزائري. هذا رمضان الجزائريين سابقا، ورمضان الآن اختلف بشكل كبير. كان هنالك تلفزيون واحد، الآن تلفزيونات عديدة. بعض الأعمال حاول أصحابها أن يعودوا ولكن فشلوا. محمد حزوري حاول مع عصاب أوتار، هو صحيح اتهم بأنهم لم يبثوها في الوقت وكانوا عملية المونتاج ارتكبت مجازر ضد السلسلة، ولكن أعتقد بأن هذه الأعمال يصعب أن تعود وتحقق نفس النجاح. وهو خوفي من مسلسل ليالي الحلمية في الجزء يعني السادس. في الجزء السادس حتى المخرج وجد صعوبات مع الممثلين، لأنه زمان تصوير زمان ودرك اختلف كثيرا. حتى أنهم باش يتقمصوا الشخصيات اللي أدوها قبل سنوات جاتهم صعوبة في تقمص نفس الشخصيات ونفس الأدوار. نعود لمحمد حزورلي. حتى ممكن أن المجتمع تغير. واش كان زمان، واش حنا كنا صغار ممكن دوك الان لو كان نولي نشوف عصاب أوتار ممكن ما نقدرش نشوفها. الممثلين كبروا، حسن بن زراري كبر، رشيد زغمي صحيح. كبر، عنتر هلال كبر، كل ممثلين تقريبا حتى بلا حدود، حزيم مريض، حميد كبير في السن، مصطفى هيمون ربما الوحيد المستمر حتى الآن. عباس كنا نشاهد الممثل عباس رحمه الله أيضا. هنالك ممثلين أيضا توفاهم الله،
ولكن تبقى نوستالجيا خاصه. هذا واش حبيت نقول، كاين العزف على وتر النوستالجيا قاده. يعني ممكن احنا في هذيك الفتره الزمنيه ممكن تكون انتقادات واسعه، هذا ماشي فيلم، هذا ما يشبهش، بصح الان ننظر الى هذه الافلام وهذه المسلسلات بعين النوستالجيا لانها كانت تضحكنا. يعني صحيح كانت تضحكنا، الان ننظر اليها بعين النوستالجيا. وفي اي مرحله في عز العشريه السوداء عصبوا اوتار ما توقفوش ووصلوا العمل في عز افتقاد الابتسامه وليس الضحكه، ادخلوا يعني صحيح. طيب ايضا قبل ما ننهي، هنالك مجموعه من الممثلين الجزائريين يشاركون في اعمال عربيه، اعتقد بان حسن كشاش سيكون في مسلسل خاتون، و ايضا الممثله امل بوشوشه في سمرقند، وسهيله معلم وزوير بالحر. هذه التجارب هل يمكن ان تفيد هؤلاء الممثلين الجزائريين؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن تجعلهم نجوما عرب أو تعيد الجزائري إلى مصاف المنافسة؟ أمل بوشوشة نجحت، أمل بوشوشة نجحت كثيرا في الدراما السورية، من خلال الدراما السورية، لأن الدراما السورية متابعة هي رقم واحد المتابعة في العالم العربي، بالرغم أن وهجها هذا العام زميلي فيصل راه شوية دراما المصرية، دراما المصرية الآن في أول شهر. بلي سوريا أنتجت 32 مسلسل هذه السنة، نقول يعني هذه السنة عودة، كان هناك عودة من يعني غومركابل ملحوظة للسينما المصرية. 32 مسلسل راه حاجة في عز الأزمة، في عز الأزمة. الاستقطاب سيكون حول باب الحاره 8، راح يكون العراب 2 والارماده من الممثلين الكبار في الدراما السورية. كاين مشاكل كبيرة يعني حول باب الحارة، حاولت شخصيا عباس النوري اللي هو احد يعني رموز هذا بارز بارز في هذا، ايضا اختفى بسبب خلاف مع المخرج، خلاف مع الملة و قال لي لن اعود ابدا، وعندي الصنور يعني لا موجود في باب الحاره 8 رسميا. هو قال لي لن اعود، هو عاد اصلا في 7 راه موجود في باب الحاره 8، وهناك اسعد فضه كشخصيه جديده في باب الحاره 8، وهناك سلفه وخرجي يعني تم تدعيم الطاقم. ممكن يعترضهم مشكل واحد، انه معتزل واللي كان يؤدي دور معتزل عقيد تغير الممثل، هذا ممكن راح بسبب خلاف ايضا مع المخرج. اكيد نعم، المنتج هي بصوره خاصه ممكن لان بسبب المولى يعتقد بان العمل حكر الله وهو ضمانة نجاح كل هؤلاء الممثلين، ولكن صعب أننا نحكي على يعني أن سوريا في عز الأزمة، وهذا سؤالي الأخير، تنتج وتقدم في حين أن الجزائر يعني في عز الطمأنينة والبحبوحة، لم نقدم شيئا، بل بالعكس عندما نقدم أعمالا يثار حول هذه المشاكل مثل مسلسل طوق النار أعتقد الذي شكل خلافا حول التاريخ شيخ أمود. دعني يعني أطرح لك سؤال، هل هناك مدينة سينمائية في الجزائر تلفزيونية؟ في سوريا في عز الأزمة عندهم حصونهم التلفزيونية والسينمائية، عندهم وين يقدروا يعني يديروا الأفلام تاعهم؟ الجزائر مدينة سينمائية الغيلي زانية في طي سيانية أخي، ما على بالناش وين راح الحق المشروع هدايا. الوزير يعني يطمئن في كل مرة ولا نجد أي بادرة ممكن في هذا تصب في هذا المضمار. هل هذا هو المبرر الوحيد برأيك؟ إذا طبعا الطاقات والإرادة بأن سوريا الآن مدمرة، ولكن هنالك أعمال، صحيح أن معظمها يصور في الإمارات أو في لبنان، ولكن هذا لا يعني سوريا عندها عرف، سينمائي عندها عرف. هل حتى يصور مدينة سينمائية ممكن تكون مشكلة تاع مخرج تاع إنتاج، ولكن على مستوى النصوص لا يوجد نصوص مثلا باب الحارة، باب الحارة ما تقدرش تروح تصوره في مكان آخر، عنده ديكور معين ثابت لا يتغير. لا ولكن تم إعادة بناء ديكور مشابه حتى يكون البيئة الشامية، إعادة بناء ديكور اكيد ها يبنوا مثلا، لكن احنا في الجزائر تشوف مثلا فيلم، انا مؤخرا شفت فيلم هو الفيلم الاندلسي، تشوفه كانوا مصور في حمام، انت في عوض باش تشوف قصر يعني مصور فيه تشوف حمام، هذا مشكل يعني صنع الديكور. صح، ورالي يصنع الديكور في الجزائر يعني يصور وخلاص، صور وخلاص، وهذا هو مشكل كبير. يعني في نهايه المطاف ماذا نتوقع في رمضان؟ هل يمكن أن نتوقع اختلافا؟ هو سؤالي الأول وأعيده سميرة إيراتني، أم أن سوف نبقى محافظين على نفس المنطق وهو الرداءة ككل سنة؟ نتحدث عن النوعية أخي عمار، عندما نتحدث عن الإنتاج الرمضاني في نهاية رمضان هذا نتحدث عن رمضان الجاي، ممكن نتحدث عن النوعية، لأن الأفلام الدراما النوعية والمسلسلات النوعية يحضر لها في بداية الموسم، ليس في الشهرين الأخيرين نسمعوا باللي هذاك المخرج راه يدير مسلسل. هنا نتحدث عن النوعية.
وايضا الكوميديا دائما تتفوق في رمضان. اكيد الكوميديا لانه الشعب يحب يضحك، يحب يشوف اشياء يعني ترفع نفسه. اليوم شاق رمضان الصيف، من الناس تحب تريح في البيت، تحب. وهناك انا عندي ثقه في هذا المواهب الشابة الجديدة هذه ستدخل البسمة إذا أعطيت لها فرصة ونصوص جيدة. قد يكون لها فرصة. هذه الميزة من القنوات الجديدة، أنها فتحت المجال نحو هذه المواهب الشابة التي أثبتت قدرتها وكفاءتها على إضفاء لمسة إيجابية على المشهد التلفزيوني في الجزائر. صحيح. شكرا لك فيصل شيباني زميل الإعلامي رئيس قسم ثقافي بيومية الفجر، وسميرة إراقة زميلتي في شروق نيوز. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان. نلتقي غدا إن شاء الله.